وصل ياسين ولقى البيرو ديالو عامر تخلع عند بالو وقعت ليها شي حاجة. دخل بالزربة وقال السلام عليكم شنو كاين، وهو يقول له المدير ديال الأمن هاد الأنسة لقيناها عندك في البيرو وما عرفناهاش اش باغا. قال ياسين الأنسة خطيبتي وأنا اللي خليتها هنا. قال لها مدير الأمن سمحي لينا أنسة علاش ما قلتيهاش من الأول. هند تصدمات من اللي ياسين دافع عليها وقال ليهم باللي هي خطيبتي، هي عارفة غير كيكذب وتمنى تكون كانت قادرة تقول لهم الصراحة، وبقات مفقوصة حيت اعتذروا منها. الخطة فشلات الهند وتصدمات فشافت ياسين زير على أميرة وعنقها وخشاها في صدره وبقات كتبكي وهو كيسكت فيها حيت حس براسه هو السبب في هذا الموقف اللي تحطات فيه. بقات كتبكي وكتنهد هند شوية ما يسكت لها القلب، بغات تكحلها عليها صدقات معاونها. قال لها ياسين عافاكي سمحي لي هاد الشي بسبابي، وهي تقول لا لا انت ما درتي والو انا اللي طايشة كون ما جيتش ما كانش هاد الشي غادي يوقع، وهو يقول عافاكي صافي راه انا اللي جبتك هنا. باسها فراسها وزاد اعتذر منها، وهند ندمات على شدارت هكا. وبما ان اميرة حالتها ما كتفرحش بداك البكاء اللي بكاته، قرر ياسين يديها للدار وطلب منها ترتاح وجلسها فوق الكرسي وخلى معها هند. قال هند ردي لها البال انا جاي. قالت له هند واخا. المهم ياسين استغل الوضع ديال اميرة ومشى طلب الاذن من المدير الكلينيك باش يديها للدار. وصل عند المدير وقال السلام عليكم، وهو يقول له المدير عليكم السلام دكتور سمح لينا على الموقف اللي حطيناك فيه مع الخطيبة ديالك، وهو يقول له ياسين لا ما كاين حتى شي مشكل، ولكن بغيت نطلب منك الاذن باش نمشي نوصلها للدار حيت عيات شوية، وهو يقول له المدير شنو وقع ليها ياك ما بسبب داك الموقف. قال ليه ياسين هي حساسة انا بغيت نوصلها ونرجع. قال ليه المدير صافي وصلها وزيد اعتذر منها وبلا ما ترجع هاد النهار. شكروا ياسين بزاف، اما هند بقات كتحنظر فيها وكتشوف فيها بالجن وخلاتها وخرجت. هند خرجت كتهضر في التليفون وما رداتش البال باللي أميرة خرجت موراها تعطيها شي ورقة طاحت ليها من الجيب، وهي تسمع كاع الهضرة وعرفات شكون سبب هاد التبهدلة اللي كلات اليوم. خلاتها مكملة الهضرة ورجعت جلسات في البيرو من بعد ما خدات نفس عميق وقادت حالتها مزيان ومسحات عينيها ودارت تحالف جديد مع إبليس باش تندمها على هادشي اللي دارت. المهم ملي كملات هند هضرتها دخلات لعندها وبقات كتسولها. قالت هند يا اختي هادشي صعيب، انا ما نقدرش نتحمل إهانة هكا وما عمري ما زال نعتب هنا، وهي تقول أميرة بالصح عندك الحق. قالت هند ماشي سهلة كون كنت انا ما نوقفش دقيقة ما زال. قالت أميرة وعاد هاد الشي ماشي سهل، وهي تقول هند واش نعاونك تمشي راه صعيب تسمعي هاد الشي كله وتبقاي جالسة هنا، وهي تقول أميرة لا شكرا ياسين غادي يديني. قالت ليها هند ولكن هو راه كيسالي حتى لستة العشية، وهي تقول أميرة غدا نتسناه. أميرة شافت ياسين جاي وطلقات داك الشلال ديال الدموع ورخات راسها بحلة فيها السخفة، وهند عطياه بالظهر ما سيقاش الخبار كاع. ملي دخل غير شافها هكاك ونقز تاني عنقها وبدا كيمسح ليها في وجهها. قال أميرة مالكي فيقي، وهي تقول هند مالها كانت مزيانة غير دابا، وهو يقول بعدي مني راه قلت ليك ردي ليها البال زعما. هند ما عرفاتش باش تبلات. أميرة حلات عينيها ودارت راسها سخفانة، وهند حلات فمها ما سداتوش حيت أميرة جات توقف ودارت راسها ما قادراش، وهو يقول ياسين أميرة ما يكونش راسك قاصح راه انتي ما قاداش توقفي علاش كتحاولي بزز، وهي تقول هند انا نعاونك ونشدوها بجوج ونخرجوها، وهو يقول ياسين لا غير خليها
كون رديتي ليها البال كل راها مزيانه دابا. شدها ياسين وهزها بين ايديه بحال شي دريه صغيره وخرجها. وهند ما قادراش تستوعب شنو كيوقع. اما اميره شويه ما تموت بالضحك ملي كانت كتشوف وجه هند كيفاش تلون ملي غوت عليها ياسين، وزاد كملها ملي دارها بين ايديه حتى وصلها للطوموبيل. قال ليها ياسين جلسي بشويه عليك، وهي تقول واخا ولكن انا راه مزيانه دابا. قال الحمد لله، وهي تقول سير ارجع انت راك خدام. ضحك وقال لا راه قلت ليهم الخطيبه ديالي مريضه وبغيت نديها فحالها، وحيت هما داروا معاك داك الموقف وافقوا. وهي تقول دابا كتستغلني ياك. قال ليها وليتي مزيان ياك، حيت شفت لسانك طوال البرهوشه طلعتي بكايه ديال بالصح. ياسين قبل ما يدي اميره للدار سول ماماه واش كاينه في الدار ولقاها. وصلها للدار وقال لماماه باللي والديها مسافرين وغدا تجلس معاهم حتى يجي، ورحبات بها امه. الغد ليه مشى ياسين للكلينيك، تلاقاتو هند وسولاتو على اميره. قالت كي بقات اميره مزيانه؟ وهو يقول لها ياسين اه الحمد لله. قالت طبعا غدا تكون مزيانه حيت اي واحد كيكون في دارهم كيرتاح. وهو يقول لا هي مزيانه واخا ماشي في دارهم، ولكن حتى الوالده وهاجر ما مقصرينش من جهتها. وهي تقول واش كيمشيو لعندها؟ قال لا راه هي اللي معانا في الدار، لحقاش والديها ما كاينينش وجالسه معانا. الصراحه هي ظريفه حتى من الوالده كتعجبها. هند تبكمات ما بقاتش زادت سولات، كملات النهار ديال الخدمه بزز منها وهي كتحلف عليها. اما ياسين خدم عادي والعشيه مشى بحاله. الغد ليه رجعت الام ديال اميره للدار، ومشات اميره لدارهم، وبقى ياسين واميره على اتصال في التليفون والعصه في الشرجم. اما وسيمه من نهار مشات عند خالتها ما بقات جات حتى من التليفون قليل فين كتهزو. دازوا الايام وبغات اميره تمشي عند خديجه باش تشوفها، باش ما تقولش راها غبرات عليها بمره. مشات لعندها ولقاتها غير بوحدها، جلسات معاها وجمعوا شويه حتى صون التليفون ديال خديجه وهي تقول الو لاباس عليك؟ قالت الحمد لله لاباس. وهي تقول خديجه ايوا انت غدا تجي؟ قالت هند ان شاء الله غدا. وهي تقول خديجه مرحبا بك الدار دارك. قطعت خديجه وكملوا الهضره هي واميره، ضحكوا وجمعوا مزيان، واميره كتسنى غير انت يجي ياسين باش تشوفو تسلم عليه. بدات خارجه غدا فحالها وهي تساطح معاه. قال بقاي ديري الفرهن وشوفي مزيان. وهي تقول وباز داخل فيا ومخرج عينيك من الفوق. قال ليها فين غدا؟ قالت غدا فحالي. وهو يقول لا ما كاينش نمشي هاد الساعه. وهي تقول اويلي راه ضال النهار كله هنا. قال وانا مالي انا ما كنتش هنا. وهما كيهضروا بجوج احتاجت خديجه وقالت على سلامتك ولدي. قال ليها الله يسلمك الوالده. وهي تقول خديجه عافاك بنتي يا اميره حطي ليه ياكل انا طالعه للسطح. قالت اميره واخا خالتي. وهو يقول ايش كاين حصلتي؟ قالت انت هادشي اللي باغي. حطت ليه ياكل بين ما هو لبس وصلى وجا الكوزينه عندها وقال جلسي تاكلي. قالت ما بغيتش. وهو يقول قلت لك زيدي بلا ما تعصبيني. وهي تقول ها هي غدا تاكل غير سكتنا. الغد ليه مشى ياسين يقابل المرضى ديالو، وبقات ماماه في الدار كتسنى في هند اللي ناويه تجلس عندهم. ياسين ما كانش في خباره. المهم هو عارف باللي هي خدات كونجي في 15 يوم، ولكن ما كانش في خباره باللي البلاصه اللي غدوز فيها الكونجي هي داره. ملي جا في العشيه لقاها سلم عليها وشرحات ليه ماماه الوضع وقالت له باللي غدا تبقى معاهم. هند جات ناويه تقرب من ياسين وتكسب محبه الاسره ديالو، وقالت ليهم باللي دارها فيها الاصلاحات، بغات تكون قريبه من ياسين حيت خافت من اميره لتطيروا ليها من ايديها. دوزات معاهم يومين واميره قاع ما في خبارها والو، وديك اليومين
دارت فيهم هند عرض الأزياء، كتطير وتنزل حتى من ياسين بقى كيفيق ويلبس ويصلي ويخرج، وما بقاش كيفطر حيت هي كتفيق تصايبو ليه. وفي العشية كيجي كيسد عليه بيته، وهي كتبقى تجمع مع خديجة. المهم واحد الصباح أميرة شدات العصا عند الشرشة وقال ليها ياسين خرج، شير ليها وحتى هي شيرات ليه، وبقات كتشوف فيه حتى مشى. وغير دورات عينيها جهة بيته وبان ليها شي حد كيتحرك في البيت، بقات كتشوف وقالت كيفاش هند معاهم؟ وزيد عليها كاينه في بيت ياسين، هاد الشي بزاف، كيفاش دارت ليها؟ بغات تحماق، معرفاتش علاش هند كاينه معاهم، اشنو غدا دير هي دابا؟ وكيفاش هاد الشي كله معرفاش؟ ولكن اللي عارفاه ومتأكده منه ان ديك المجيه ديال هند اكيد غدا تكون ناويه على خديجة. بقات تفكر وتشوف اشنو دير، ولكن عقلها كان مشتت. ومع فايقة بكري دارت الفطور وجلست تبرد غدايتها في الماكلة. جات عندها ماماها وقالت ليها اصبح الخير الهيشة، انا حساب لي درت فيك نفس وقديتي راسك، ساعة انتي مفيقك غجوع. قالت ليها اميرة صباح الخير ماما اجي تفطري، وهي تقول السعدية وباز تموتي على كرشك، وهي تقول اميرة وشنو بغيتيني ندير؟ قالت ليها السعدية ما عندك ما تديري غير جلسي هنا غير الماكلة والنعاس حتى تخماجي. قالت أميرة الله شحال توحشت هاد الديسك، وهي تقول لها السعدية وباز ما فيكي نفس أجي بعدها، شفت صاحبتك وسيمة غبرات. قالت ليها أميرة راه مشاو عند خالتها من هاديك الساعة ما جاو، وهي تقول السعدية أحسن ليهم يفوجوا حتى هما، ونيت تفارقوا شوية باش الشياطين يرتاحوا منكم واحد شوية. قالت أميرة ياك ماما، وهي تقول لها السعدية المهم أنا غدا نخرج وما غدا نرجع حتى العشية، غنمشي عند واحد السيدة. المهم السعدية خرجت وأميرة بقات كتمشي وتجي في الدار حتى وصل وقت الغدا، وفكرت دير شي سبة باش تمشي لعند هاجر حيت بانت ليها كتدور في السطح، يعني ما مشاتش للمحل، وهي تفكر باللي بيجامتها مازال ما عطاتهاش ليها. مشات دقات عليهم وحلات ليها خديجة، سلمات عليها ودخلت باش تعطي البيجامه لهاجر. بقاو كيهضروا كاملين، وجات هند وسلمات على أميرة وقالت خالتي انا درت الغدا يطيب وغدا نطلع عند هاجر نشوفها اش دارت. وهي تقول خديجة واخا بنتي الله يرضى عليك. هند طلعت وهي تقول أميرة وهانتي يا خالتي عندك جوج بنات كل وحده واشنو كدير؟ وهي تقول خديجه وحتى انتي بنتي الثالثه. قالت اميره ربي يخليك خالتي. هند كتبان ظريفه، وهي تقول خديجه بصح الله يعمرها دار، هادي راها طبيبه وخدامه مع ياسين كنعرفوها شحال، هادي كانت كتجي تشوفني وتجلس معانا قبل ما نتحولوا هنا، ودابا عندها شي اصلاحات في دارها وما قداتش تجلس فيها وجات باش تجلس معانا، وراها خدات 15 يوم كونجي، واليوم هو الثالث باش جات. قالت أميرة مزيان فيها خير، وخرجت أميرة مشات لدارهم. ودازت سيمانة وأميرة كيف ما العادة تيما شاد الشرجة، كان ياسين مازال ناعس. ودخلت هند لبيتو وبقات واقفة كتشوف فيه شوية باسته في وجهه، وزادت بوسة في فمه، الشي اللي خلى أميرة يركبوها جنون وحلفات لخلات ياسين حداها. خرجت هند مشات تقاد الفطور، أما ياسين كان مازال ناعس، وأميرة بقات مسمرة في داك الشرجم حاضية هند لدير تاني شي حركة. فاقت هاجر ومشات فيقات ولدها وبغات تمشي تفيق ياسين، وهي تقول لها هند غير كملي انتي مع زيد وأنا غادي نفيق ياسين، وطارت ديريكت لبيتو وبدات كتفيق فيه وتحركه بشويه. اما اميره كانت مازال كتفرج وكتموت بالفقر. قالت هند اصبح الخير، وشداتو وباستو في وجهه. قال اصبح النور، ما عرفش باش تبلع على الصباح، وغير هز عينيه في بيت اميره ولقاها كتشوف وكتمنظر، ما عجبوش الحال وطلب من هند تخرج. قال عافاكي خرجي بغيت نلبس، واخا انا غدا نتسناك باش تجي تفطر، وضرباته لصدره وخرجات. هز ياسين التليفون وكتب ميساج لأميرة صباح الخير أميرة،
شوفي بلا ما تفهمي داكشي اللي شفتي غلط، راه ما عرفتش هادي شنو باغا مني. أميرة ما رداتش عليه وبقى معصب، البس ومشى يفطر. رجع لبيته ولقى أميرة مصيفطة ليه ميساج كاتب عليه: عادي حياتك هاديك، أنا ما غندخلكش فيها، وحتى هند زوينة لايقين بعضياتكم. ياسين قرأ الميساج ومشى دخل البيت ومعصب غادي ترتق. أما أميرة كيف ما العادة مشات جهة الكوزينة وفطرات، ومشات طلت على ياسين واش رجع البيت. شافته فيه وفرحات، ناضت كلها نشاط وحماس، ورجعت الدار كتبرق. والسعدية مستغربة من حالة بنتها، أواه لحدة قام على الصباح كانت كتصيق وتحك، وملي وصلت للدروج بقات كتخوي في الموجة فيه. حتى لواحد اللحظة كيتسمع الدرديف في الدروج، وأميرة كانت مجبدة حدا الباب وكتغوت: آي آي يا ماما. جات السعدية وكتقول: أويلي أشنو وقع عليك بنتي؟ ناري على بنتي، أش داك شي تسياق؟ أميرة كتبكي وكتنوح، والسعدية غير كتغوت. وكتر الصداع وخرجات هاجر ومها باش يشوفوا شنو كاين. تبعاتهم هند حتى هي كتشوف. ملي لقات أميرة طايحة وكتغوت شداتها الفرحة، ما طيقاتش راسها شنو كتشوف. ومشيت هاجر عند ياسين كتعيطي: ياسين أجي، أميرة طاحت في الدروج. ياسين جاك يجري بالخلعة ومشى شافها ولقاها كتبكي والسعدية مخلوعة على بنتها. ملي قال ليهم خاصها يديها للسبيطار باش يشوف شنو عندها، هزوها ومشاو للسبيطار، وهي غير ما زايدة كتغوت وكتبكي. وصلها ودخلوها ديريكت، دوزو ليها وهما مجموعين كيتسناو باش يعرفوا مالها. وأولهم هند اللي كانت كتمنى ليها الشالين، وهي تقول السعدية: عافاك ولدي قولي يا مالها. قال: صراحة ما كاين ما يتخبى، راها تهرسات من رجليها ومن يديها. قالت السعدية: أشنو كيفاش تهرسات؟ أش داك يا بنتي لشي تسياق؟ وهي تقول هاجر: ما يكون عندها باس خالتي. قالت هند: ودابا شنو المعمولة ياسين؟ راه تهرس صعيب. قال: خاصها تبقى في الكلينيك شي سيمانة حيت غادي نديرو ليها القبص. هند ما قداتها فرحة. أما أميرة غير ناعسة على الناموسية وكتشوف وكتدور في عينيها وكتقول: ناري ممتي على الطبيب اللي عولت عليه يداويني، بغى يقبصني وأنا هرست غير السطل، مالي أنا مسطي نهرس رجلي. المهم هي ملي كانت كتصيق خوات الماء وزاد حات السطل وسيبات الكراطة ومشات تجبدات حدا الباب وبقات كتغوت. ياسين ملي دوز ليها وقال ليها مهرسة جاها الضحك، وقالت يمكن دوز للسطل ماشي ليا. دخلوها فين كيديروا القبص، وهي ما قدرتش تقول له باللي ما مالي والو. اما هو جاته فرصة باش يخليها حداه، داكشي علاش كذب وقال ليهم تهرسات. قال ليها: أميرة ما تخلعيش، راكي غتولي بخير. وهي تقول: راه مخلوعة بزاف. قال: ما تخافي من حتى حاجة. المهم دار ليها الفاصمات بزاف، وقال ليهم باللي خاصها تبقى هنايا في الكلينيك، وقال للسعدية باش تكون هانية، وطلب منهم باش يرجعوا في حالهم حيت خاصها ترتاح. قالت له السعدية: واخا ولدي الله يوقف معاك. قال: امين يا ربي، غير كوني هانيه، راه انا غادي نبقى معاها هنا. قالت هاجر: واخا خويا مادام انت هنا غادا تكون بخير. وهي تقول هند: صافي حتى انا نبقى معاك. قال ليها ياسين: لا غير سيري معاهم، ما تضيعيش الكونجي ديالك. قالت: لا راه تقدر تحتاجني. وهو يقول: لا ما عندي فاش نحتاجك. مشاو في حالهم، وبقى ياسين جالس مع اميره كيهضر معاها، وهند رجعت للدار غدا ترتق وتموت. كيفاش خرج ليها هادشي من الجن؟ ياسين غادي يبقى مع أميرة في الكلينيك ليل ونهار، وهي تقول له: أميرة دابا شحال غدا نبقى هكا؟ قال: شحال ما بغيت أنا. وضحك. قالت: كيفاش؟ وهو يقول: كيف ما سمعتي، ودابا ما تحركي ما والو، اللي بغيتيها قوليها ليا. قالت: اصلا ما عندي كيفاش ندير، حيت ايدي كلها فاصمات ورجلي حتى هي، مالك رابطني هكا؟ وهو يقول: وراكي انتي طايحه في الدروج، شوفي حالتك، جوج فاصمات،
هادشي ما بانليكش، وهي تقول ايوا مكتابة. المهم بقاو كيهضروا وهي تجبدلو موضوع هند، قالت واش واخا نسولك؟ قال اه سولي. وهي تقول واش نتا وهند بيناتكم شي حاجه؟ قال لا ما كاين بيناتنا والو، وانا عرفتك غدا تفهميني غلط ملي شفتي داكشي الصباح. قالت ما عندي علاش نفهمك غلط، انت حر دير ما بغيت. دوزات اميره شحال من يوم في السبيطار، وياسين ما كانش كيفارقها وتاكد من حبو ليها. خرجت من السبيطار وجلسات سيمانه وهي في دارهم، وقال ليها زيدي قنطات ومشات للدار عند هاجر. دقات وحليها ياسين وهي تقول فين هي هاجر؟ قال دخلي ها هي كاينه الداخل. دخلت وما لقات حتى شي واحد، شدها من ايدها وهو يقول ياسين بغيت نقول لك راكي خليتيني بالعقل، واش انتي ما كتحسيش؟ قالت لا والله حتى كنحس. قال الحمد لله باش حاسه؟ قالت حاسه بيك. قال حاضري يلا نطقي تلقينا. قالت حاسه بيك مقصحني، يدي غادي تهرسها لي. وهو يقول تيش كتقولي؟ قالت اشنو مالك؟ قال ما مالي والو، انا كنبغيك واش باغا تشيبيني؟ قالت اشنو؟ ياسين قرب منها اكثر وزاد حدا ودنيها وقال كنبغيك كنبغيك، سمعتيها دابا ولا نعاودها؟ وهي تقول له حتى انا كنبغيك. وهربات ومشات لدارهم. اما ياسين مشى قالها لمو هاجر وفرح ملي لقى باللي مو اختو عزيز عليهم اميره، وحس براسو باللي ما غلطش ملي بغاها، بالعكس زاد بغاها. فرحت ياسين كملات، اما اميره ما قداها فرحه، قالت هالوسيمه اللي حتى هي غدا دير خطوبه في هاد الايام. وجا ياسين ومو هاجر لدار اميره باش يخطبوها، ودازت الخطوبه زوينه، واميره وصلت اللي بغات، والحب بيناتهم كبر بزاف. ياسين فين ما كيشوف اميره كيقول ليها مازال جايه نوبتك ندير ما بغيت، اما هي بكثره ما كتبغيه كتقول له ما عمري منعك من شي حاجه، وملي كيقول لها اري غير بوسه كتنوضها معاه، ولكن كياخذ اللي بغى بطريقته الخاصه. وهذه هي نهايه قصتنا، كنتمنى تكون عجبتكم القصه، ونتلاقاو باذن الله في قصه جديده. وما تنساوش الدعم ديالكم مهم، وما تنساوش تخليو تعليقكم على القصه.